اليوم السابع كتبت تحت عنوان وداعا لتزوير أختام اللحوم غدا، بدء استخدام البصمة الجديدة ب 479 مجزر بالمحافظات. الحقيقة في تفاؤل كبير جدا بهذا الموضوع، لأنه ربما بيقفل الحديث حول وجود تزوير في بعض اللحوم وأن بعض اللحوم انتهت الصلاحية، فده هيقفل هذا المجال. غدا إن شاء الله هنبدأ يعني جولة جديدة وعالم جديد، يعني أختام اللحوم دي على فكرة في غاية الأهمية لأنها بتحفظ جدا الصحة.